تعالوا بقى نتعرف على التفاصيل اكثر دقه من خلال دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه، وبرضه بالمره نعرف منه اخبار حاله الجو في الجونه كمان. ايه دكتور محمود، صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل استاذ كريم، استاذ احمد، اهلا بيكم وكل جمهورنا. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على حضرتك. درجات الحراره النهارده وامبارح واول امبارح نسبيا يمكن ارحم شويه من قبل كده، ولا ده احساس زائف عندنا؟ لا تهيؤات. يعني الكلام ده حقيقي يا دكتور؟ تهيؤات ولا بجد يا دكتور محمود؟ دي حقيقه والله، دي حقيقه، التسجيلات كلها بتقول كده، واحنا احساسنا بالتغيير واضح، ففي انكسار فعلا للموجه الحاره اللي شفناها في بدايه اغسطس، بمعنى اصح اغسطس بدا معانا بدايه قويه عشان نحس بقى بالنعم اللي ربنا اداها لنا في بقيه الشهر. طبعا هو شهر اغسطس معروفه فيه ارتفاع نسب الرطوبه بشكل كبير، ولكن كان بدايه الشهر ارتفاع نسب الرطوبه وارتفاع درجه الحراره واللي وصل 43 درجه في الظل. فالحمد لله اخر هذه الايام عادت درجات الحراره الى المعدلات الطبيعيه، بتسجل ما بين 35 و37 درجه على القاهره، ولكن استمرار ارتفاع نسب الرطوبه ده في بعض الفترات بيزود احساس شويه بارتفاع درجه الحراره، خصوصا لو موجودين في مكان مقفول شويه. ولكن خلال هذه الايام في رياح شماليه شرقيه، الى حد كبير الرياح الشماليه الشرقيه بتكون نشطه، فده طبعا نشاط الرياح سواء في فترات النهار او في فترات الليل هيقلل شويه من احساسنا بارتفاع نسب الرطوبه، بس بقدر الامكان برضه هنستمر في تعرض لاشعه الشمس المباشره فتره طويله الا بارتداء غطاء واقي للراس. هنزود برضه معدلات شرب الميه، نستمر في الارشادات اللي بداناها من فصل الصيف، ولكن اجواء مستقره الحمد لله. هل من المتوقع دكتور محمود ان يعني يكون في اي موجات حاره في الفتره اللي جايه؟ اصلا هذه المناطق بتشهد ارتفاعات في درجات الحراره ما بين 42 لغايه 45 درجه مئويه من بدايه الخميس لغايه يوم الاثنين اللي قادم. ده طبعا نتيجه امتداد منخفض الهند برياحه برضه الشماليه الشرقيه، بتنقل الكتله الى حد كبير من الجزيره العربيه من جنوب البلاد. قلت لحضراتكم هنا الاقصر اسوان الوادي الجديد، دول هتبقى اكثر مناطق متاثره بارتفاع درجات الحراره خلال الايام اللي جايه. طيب الجونه، ما الجونه اخبارها ايه صحيح؟ وبرضه كنت عايز اسال حضرتك، هل من المتوقع يعني احنا دلوقتي احنا بنشهد حاله انكسار للموجه الحاره، هل من المتوقع ان يبقى في اي موجات حاره في المستقبل القريب؟ دي نقطه. النقطه الثانيه الجونه بقى واجواء الجونه، طمنا يا دكتور. طبعا احنا بالنسبه للجونه، جو الجونه زيها زي باقي محافظات الجمهوريه بتتمتع بالانكسار للموجه شديده الحراره، اجواء مستقره هناك بشكل كبير، برضو نسب الرطوبه بالليل بتكون مرتفعه، ولكن زي ما قلنا نشاط الرياح اللي موجود هناك هيقلل من احساسنا بارتفاع نسب الرطوبه ان شاء الله. فالاجواء مستقره بشكل كبير، ما فيش اي مشاكل ان شاء الله لاقامه المباراه. طيب. بالنسبه طبعا للموجات الحاره، احنا يعني بصدد تعرضنا لارتفاع في درجه الحراره الاسبوع اللي جاي، ولكنها ارتفاعات ليه كده يا دكتور محمود ليه؟ لا مش كتير، يعني بنتكلم في برضه في 37 بالكتير قوي 38 49 يعني مش هنتجاوز، لا مش هنتجاوز ال 40 ان شاء الله، في الظل مش هنتجاوز ال 40 درجه باذن الله. يعني مش هنشوف موجه زي اللي احنا شفناها في بدايه اغسطس، دي اهم حاجه، دي اهم حاجه فعلا. طيب عموما سعداء كالعاده بوجود حضرتك معانا، وبشكرك جزيل الشكر دكتور محمود. والله ده خبر جميل ان احنا مش هنشوف تاني درجات الحراره المرتفعه دي. شايفه ان الناس اللي بتحب الشتاء اللي زينا برضو كده كلاسيكيين وبيتعذبوا في الصيف. بس خلاص هانت ان شاء الله. هانت ايه بس اما نشوف، هو الشتاء اصلا بيجي 3 اسابيع، هو احنا بنلحق نقفش بقى في ال3 اسابيع دول، احنا نمسك فيهم بايدينا واسمنا.